هادشي وكيعرفوا، وانا كذلك بعلاقه دائمه مع المواطنين وكلهم الحمد لله راضيين على العمل ديالنا. هذا لا يعني بان خصنا نرجعوا للدين ونحسوا، حنا التزمنا مع المواطنين، كان تعاقدنا الانتخابات بان غادي نخدموا المصلحه العامه، راه حنا خدامين المصلحه العامه. اللي بغى يشوف شي حاجه اخرى الله يعوضه السلامة، حنا اللي كيهمنا وفي نهايه المطاف غادي نتحاسبوا بيناتنا بعدا قبل ما يحاسبنا المواطن. مع السيد رئيس المقاطعة والإخوان تاع المجلس الجماعي، السادة النواب، وخرجنا نشوفوا الأوراش المهمة اللي انطلق فيها المجلس الجماعي داخل مدينة مراكش اللي مرتبطة بالسير والجولان، ولكن كذلك المرافق ومرافق القرب. تسنتنا للساكنة، الحمد لله تنعتبروا بأن المخطط اللي صدق عليه المجلس هذه 3 سنين راه غادي وتيحقق أكثر من داك الشيء اللي كنا تنتظروا. دار مجهود جبار من طرف المداخل ديال المجلس الجماعي اللي وفروا لنا إمكانيات اللي تيمكننا اليوم باش نحققوا أوراش من مستوى عالي اللي تستحقوا ساكنة هاد المدينة. شكرا. دونك لا روكاد دابا لا روكاد ان شاء الله فاش نكملو الدراسه تاع لا تريبي تاع العياشي غادي تعاود دابا في ليديفي، دونك قاعد لازم كلها يتخدينا مشروع متكامل ماشي فقط طريق وحده، مشروع متكامل. ولكن حنا امام واحد الامر الواقع، ما يمكنش يقولوا مراكش راه تخنقات ومراكش تخنقات وباقي كاين تظاهرات الحمد لله كبيره اللي جايه واللي خصنا نوسعوا. فلذلك حاولنا ننقدوا الممكن في هذاك الشجر، كاين اللي عاودنا غسنا في بلايص اخرين، واللي مات كنلقاو شي شجر مفوس لان قديم وداك الشيء راه ما كان. ولكن حنا امام امر الواقع، وهذا هو دور المنتخب، هو ياخذ القرار، ياخذ القرار. غادي يشكل منتخب مصري والامور غادي ميسرة الحمد لله. اوراق كبيره كاينه في مدينه مراكش كل وحده، راه هنا هاد الشونتي هذا دابا راه 10 كيلومتر 10 تاع لي جيغاطواغ لي دي بلاصمون. سمينا جزء الشطر الاول والشطر الثاني. احنا اليوم الامارات المتحده عنده يوم التشرق.